نرحب بكم بقناة فادية التعليمية للكهرباء، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات التمديدات الكهربائية المنزلية. نتعرف اليوم على الخلية الضوئية وكيفية توصيلها بالدوائر الكهربائية. الخلية الضوئية هاي تعمل عند فقدان الضوء أو عند اختفاء الضوء، تعمل لتوصل لنا مصابيح كهربائية لإنارة المكان، وتستخدم لإطفاء والتحكم بإنارة المصابيح على الأسوار أو في استخدامات كثيرة لها، كالاستخدام الشائع لمصابيح الشوارع، أعمدة الشوارع. الفوتوسيل تحتوي على ثلاثة أطراف ودائما تشترك في هذه الألوان في جميع الأنواع، الأبيض والأحمر والأسود، ويمكننا توصيل الأبيض بالخط البارد والأحمر بالخط الراجع إلى المصباح، والأسود إلى الخط الحامي أو الخط الحار. هذه أسهل طريقة للتوصيل الخلية الضوئية، فقط بقي علينا أن نوصل الخط البارد إلى المصباح فتكتمل الدائرة. إذن تحتوي الخلية الضوئية على ثلاثة أطراف، وعادة تكون أبيض أحمر أسود، يتصل الأبيض بالخط البارد النوترال المتعادل، ويتصل الخط الأحمر في الراجع راجع المصباح، ويتصل الخط الأسود في الخط الحامي أو الحار، ويبقى علينا توصيل الخط البارد إلى المصباح فتكتمل الدائرة وتعمل الخلية الضوئية. تسمى هذه الوحدة في اللغة الإنجليزية Photo Electrical Light Control، والأطراف الثلاثة كما هي في الترتيب: Source Black وهو الخط الأسود ويتم إيصاله في المصدر الكهربائي في الخط الحامي، أيضا الخط الأبيض White ومكتوب عليه Common وسيتم إيصاله بالخط البارد، أيضا يشترك مع اللمبة في الخط البارد في المصباح. الخط الأخير وهو Load Red، Load R Load Red، وهو الخط الأحمر الذي سيتصل في الحمل وهو المصباح الكهربائي، وسيتم إيصاله كخط راجع إلى المصباح. هنا يظهر في هذا المخطط، وهو مخطط توصيل هذه الوحدة مع المصباح الكهربائي. إذن الريد هو الخط الراجع، الراجع من المصباح أو المتصل بين المصباح والخلية الضوئية، أيضا البارد وهو نوترال وباللون الأبيض، والأسود خط الخط الحامي أو الخط الحار وهو خط المصدر الكهربائي، بلاك ريد وايت. شكرا للمتابعة، ونتمنى أن يكون هذا العمل قد نال إعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.